سابعة والنصف رؤية ونشرة إخبارية مفصلة أهلا وسهلا بكم ونبدأ مع أبرز العناوين جلالة الملك يحذر من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة والرئيسان المصري والفلسطيني يثمنان موقف جلالته الحكومة تعتبر الاعتداءات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي عدوانا سافرا على الأمتين العربية والإسلامية الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه لليوم الثالث على التوالي جلالة الملك يؤكد خلال لقائه وجهاء محافظة إربد أن الوحدة الوطنية خط أحمر أن سوريا يبحث مع فريق حكومته الاقتصادية إدخال تعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية موقفاً حازماً حيال الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك خلال اتصال أجراه جلالة الملك مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم لبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خصوصاً في الأراضي الفلسطينية وسوريا والعراق. كما شدد جلالته خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز على ضروره ان تقوم اوروبا بالعمل على وقف الاعتداءات الاسرائيليه في المسجد الاقصى وانتهاكات اسرائيل للمواثيق الدوليه كما طالب جلالته المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم حيال الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيليه على القدس وضمان وقفها هذا واجرى جلاله الملك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات هاتفيه تناولت تطورات الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيليه الاخيره في المسجد الاقصى وتداعياتها حيث تم التاكيد على اهميه التنسيق المكثف بين البلدين في التصدي لهذه الاعتداءات والانتهاكات وأعرب الرئيس المصري خلال الاتصال عن دعمه وتقديره لجهود جلالته وما يقوم به الأردن من مساع مكثفة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها والتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الاحتلالية الرامية إلى فرض واقع جديد ومحاولة تقسيم الحرم القدسي اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره والشعب الفلسطيني للجهود الحثيثه التي يبذلها الاردن بقياده جلاله الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها وما تقوم به المملكه لمواجهه الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيليه واشاد الرئيس الفلسطيني خلال اتصاله اليوم مع جلاله الملك بمواقف الاردن الثابته في الدفاع عن القدس ومقدساتها بوجه الغطرسة الاسرائيليه واكد جلاله الملك ان الاردن يشعر بقلق وغضب كبيرين بسبب التصعيد الاسرائيليه الاخيره في القدس خصوصا في المسجد الاقصى محذرا من استمرار الاستفزازات الاسرائيليه ومؤكدا ان الاردن سيتخذ الاجراءات المناسبه للدفاع عن القدس ومقدساتها وانه سيبقى سندا قويا للشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادله وحول تاثير التصعيد الاسرائيلي الاخير في المسجد الاقصى على العلاقات الاردنيه الاسرائيليه في تقرير حافظ ابو صبره تلعب الوصايه الهاشميه التاريخيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في مدينه القدس المحتله والاتفاقية الموقعة بين جلاله الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس تلعبان دوراً محورياً في التأثير على مسار وطبيعة العلاقات الأردنية الإسرائيلية، ناهيك عن أن الأردن هو خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية وفلسطين على الصعيدين الشعبي والسياسي. شباب فيك <applause> الناس، فيك الناس. ومع تواصل الاقتحامات الاسرائيليه الهمجيه للمسجد الاقصى منذ ثلاثه ايام بشكل متواصل وبهجمه متصاعده بمناسبه ما يسميه المتطرفون بعيد راس السنه العبريه ذلك مترافقا مع سياسه احتلاليه لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من خلال مخطط للتقسيم الزمني والمكاني لقبلة المسلمين الأولى يأتي تحذير جلالة الملك عبد الله الثاني من أن أي استفزاز جديد في القدس سيؤثر على العلاقات بين الأردن وإسرائيل ما ينذر بتغير في منح العلاقة السياسية بين الطرفين في حال استمرت الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة ينتابنا في الاردن القلق والغضب الكبيرين بسبب التصعيدات الاسرائيليه الاخيره في القدس خصوصا في المسجد الاقصى، كنا قد تلقينا تطمينات من اسرائيل بان هذا لن يحدث ولكن لسوء الحظ ان هذه هي نفس التطمينات التي سمعناها بالماضي. اود ان اقول بحضوركم انه ان استمرت هذه الامور وان استمرت الاستفزازات بالقدس واعتبارا من اليوم فان ذلك سيؤثر على العلاقه بين الاردن واسرائيل ولن يكون امام الاردن خيار الا ان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبه الحكومه الاردنيه وعلى لسان الناطق باسمها الدكتور محمد المومني دانت اقتحام قوات خاصه من جيش الاحتلال باحات المسجد الاقصى المبارك ومحاصره المصلين في المصلى القبلي، وعبرت عن رفض الاردن المطلق لهذه الاعمال محذره من محاولات استمرار تغيير الامر الواقع من قبل اسرائيل القوة القائمه بالاحتلال خلافا للقانون الدولي والانساني. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله أكد خلال جلسة النواب أول أمس بأن الحكومة تتابع بدقة ما يجري في المسجد الأقصى من خلال وزارتي الأوقاف والخارجية والإعلام والشارع الأردني أيضا يتابعان ذلك فيما اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ناصر جوده امام مجلس الجامعه العربيه موقف الاردن الثابت ازاء الاعتداءات المتكرره على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس الشريف مدينا الانتهاكات التي يتعرض لها الاقصى. هذه الانتهاكات المدانه والمرفوضه على حرمه حرمه المدينه المقدسه والمسجد الاقصى المبارك هذه الانتهاكات خطا احمر كما يقول جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ونجدد التأكيد على ان الأردن بقيادة جلالته صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وعلى رأسها المسجد الأقصى سيتصدى كدأبه دوما وبحزم لكل ما من شأنه أن يمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية لهجة أردنية مختلفة ومتصاعدة الوتيرة هذه المرة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدينة المقدسة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص وهذا ينذر بإجراءات غير مسبوقة على الصعيد الرسمي ستؤثر على العلاقات بين الطرفين في حال وصل الاحتلال استفزازاته لمشاعر المسلمين تجاه قبلتهم الأولى أكد الأردن أن اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف واعتداءاتها المتكررة على المصلين هي عدوان سافر على الأمتين العربية والإسلامية وأتباع الديانات السماوية في جميع أنحاء العالم. وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قال إن الجرائم الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية مدانة في القانونين الدولي والإنساني وهي منافية لمبادئ الأديان مضيفاً ان هذه الجرائم لن تجلب لاسرائيل الامن والاستقرار وجدد ادانه الحكومه وبشده لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الاقصى المبارك ومحاصره المصلين كما اكد على رفضها جميع الاجراءات الاسرائيليه ومحاولات تغيير الامر الواقع من قبل القوه القائمه بالاحتلال خلافا للقانونين الدولي والانساني المومني طالب الحكومه الاسرائيليه بالتوقف فورا عن استفزازاتها واحترام التزاماتها المنصوص عليها في معاهده السلام الاردنيه الاسرائيليه ونتائج اللقاء الثلاثي بين جلاله الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجيه الامريكي جون كيري ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر تشرين الثاني من العام الماضي كما شدد المؤمن على ان الاردن لن يسكت على الاعتداءات الاسرائيليه وسيستمر بالتصدي لكل المحاولات والاجراءات الاسرائيليه ضد الاماكن الاسلاميه والمسيحيه المقدسه في القدس الشريف والقيام بواجبه تجاه المسجد الاقصى مشيرا الى ان كل الخيارات الدبلوماسيه والقانونيه تدرس بدقه بما يحقق الهدف الاسمى وهو حمايه المقدسات وصونها من الاعتداءات الاسرائيليه المتكرره هذا وحذرت الرئاسه الفلسطينيه حكومه الاحتلال من استمرار الاقتحامات والاستفزازات في مدينه القدس المحتله والاستخفاف بالمشاعر الدينيه للعرب والمسلمين مشيره في بيان لها الى انها ستتخذ الاجراءات والقرارات المناسبه لحمايه القدس والمقدسات قبل فوات الاوان وكانت سلطات الاحتلال حولت المسجد الأقصى المبارك اليوم إلى ساحة مواجهة حيث اقتحمت المسجد عبر باب المغاربة وحاصرت المصلى القبلي وأغلقته بالسلاسل الحديدية والأعمدة وقامت بإلقاء القنابل الصوتية ورش غاز الفلفل بكثافة وبصورة عشوائية تجاه الشبان والمسجد ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق المزيد مع نبال فرسخ هكذا تحول المسجد الاقصى من مكان عباده الى ساحه حرب فلليوم الثالث على التوالي وخلال اقتحام جماعات المستوطنين للمسجد الاقصى اقتحمت قوات الاحتلال المسجد بصوره وحشيه وفي سابقه خطيره حطمت بوابات الجامع القبلي التاريخي وعددا من نوافذه واعتدت على المعتكفين باطلاق وابل من القنابل الصوتيه الحارقه والغازيه المسيله للدموع واعيره مطاطيه خلال محاصرتهم لعده ساعات ما ادى الى اصابه العشرات عدا عن تدمير هائل وحرق جزء جديد من سجاد المسجد اقتحموا المسجد بشكل عنيف حيث دخلوا ودنسوا المسجد القبلي بأساطير بوصلوا حتى منبر صلاح الدين وقاموا بالاعتداء على من كل من كان يتواجد ويصلي في هذا المسجد وتم اطلاق وابل من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والقنابل الحراريه التي شاهدناها اليوم وتعمدوا احراق المسجد الاقصى المبارك يمنعونا نفوت الاقصى طبعا المستوطنين بتجولوا بالاقصى ضربوا النسوان ضربوهم كلهم بالصوت والغاز كل اهل فلسطين مرابطين وكل اهل بيت المقدس مرابطين صغير وكبير نساء رجال احنا مش سالين ولا عن اشي احنا الاقصى عنا خط احمر جنود الاحتلال وبعد ان دنسوا المسجد الاقصى افرغوه من المصلين وحتى العاملين تمهيدا لاقتحامات جديده لعصابات المستوطنين فيما اشتد غضب المقدسيين الذين تجمهروا في محيط بواباته الخارجيه في محاوله لكسر الحصار عن اقصاهم ما ادى الى تجدد اندلاع المواجهات ووقوع المزيد من الاصابات يمنعوني عن الدخول والله لا يضيرني والله لن يضرني منع عن الدخول وإن اتصممت على الدخول والله سأدخل رغما أنهم منعوني سأدخل رغما عن أنوفهم ورغم عن أنوف قادتهم جميعا اليوم هو زمن الغضب زمن الثورة زمن الوقوف في وجه هذه الاحتلال وسنبقى حتى طرد آخر جند صهيوني كلب من ساحات المسجد الأقصى المبارك الحكومة الإسرائيلية الآن مصممة وبشكل نهائي على ليس ليس فقط تقسيم الأقصى زمنيا بل الآن قسم زمنيا ومكانيا هي الآن مصممة على الخطوة الأكبر وهي لب المشروع الصهيوني هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكله مزعوم الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى تذكر الفلسطينيين بسيناريو الحرم الإبراهيمي في الخليل فعلى ما يبدو التقسيم المكاني للأقصى بات وشيكا في ظل استمرار استخفاف إسرائيل بالموقف العربي الذي لم يتعدى حدود الشجب والإدانة من القدس المحتلة نبال فرسخ رؤيا تنديدا بما يتعرض له المسجد الاقصى من انتهاكات متواصله منذ ثلاثه ايام، شهدت العديد من المحافظات والمدن والبلدات الفلسطينيه مواجهات مع قوات الاحتلال وجنوده عقب خروج مظاهرات احتجاجا على كل ما يجري في الاقصى من تهويد واقتحام واعتداء على حرمته، حيث اصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في مسيره خرجت في بلده الرام شمال القدس المحتله. نصرة للمسجد الأقصى، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني مرددين الشعارات المنددة بالاحتلال ومطالبين الدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري من أجل إنقاذ الأقصى والقدس من التهويد، إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات حدثت في محيط كلية الخضور التقنية في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي. عشان بيصير على الاقصى لهم ثلاث ايام ورا بعض بيدخلوا على الاقصى يعني اول يوم دخلوا حرقوا من ورا ثاني يوم دخلوا على الاقصى ثالث يوم دخلوا على الاقصى وبعدين ما هذا الحكي لازم هلا نتحرك وخلص لازم نتحرك العالم ونشوف ايش لازم بالاقصى مش لازم ننقسم نحكي لهم يعني شو اللي بيصير بالاقصى واسعوا على حالكم العالم الاقصى عمال بنقسم والاقصى كل يوم بروح من ايدينا وانتم مش حاسين نبعت رسالتنا للعالم للعالم ان لازم يتحركوا لان اليوم الاقصى بكره الكنائس بكره الكنائس لازم يحطوا على ان مقدساتنا في خطر جميعها مش رايحين نسكت لان هذا كله ظلم لان قاعدين بيعملوا اللي بدهم اياه وما مش ولا الشغل في الاقصى مجرد استفزاز للعالم الاسلامي. احنا اكتفينا احنا اكتفينا الفلسطينيين، اكتفينا من الاحتلال، امتى ويجي اليوم نتحرر فيه؟ احنا اليوم اجتمعنا وبعدين رح نرجع نجتمع، رح نضل نعمل مسيرات مسيرات من هون نحترر أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الوحدة الوطنية خط أحمر منوهاً إلى أن هناك أشخاصاً نعرفهم جيداً يحاولون إحداث الفتنة ويسعون إلى شق صف الشعب الأردني الواحد وشدد جلالته خلال مأدبة غداء أقيمت في مضارب بني هاشم اليوم لوجهاء محافظة إربد تأكيده بأنه لن يسمح لهؤلاء الأشخاص اعتباراً من اليوم التحدث بهكذا أمور وفيما يتعلق بالشأن المحلي بين جلالته أن الأولوية هي للوضع الاقتصادي والاجتماعي خصوصاً مكافحة الفقر والبطاله وعلى الجميع ان يفكر بكيفيه العمل مع الحكومه لتطوير هذا الوضع وجلب الاستثمارات للبلد وزياده فرص العمل للمواطنين وفي الشان السوري استبعد جلالته انتهاء الصراع الدائري خلال سته اشهر كما يرى البعض متوقعا ان يمتد الى وقت اطول واشار جلاله الملك الى المملكه من اكبر الدول المستضيفه للاجئين السوريين والذين تجاوزت نسبتهم ال 20% من اجمالي عدد السكان موضحا جلالته ان ذلك لكي يشكل عبئا كبيرا علينا يتطلب مواجهته. بدورهم اكد الحضور خلال مداخلات لهم امام جلاله الملك اعتزازهم بالقياده الهاشميه والتفافهم حولها والسير خلفها في القياده في قياده الوطن نحو المستقبل الافضل له ولابنائه وبناته. معربين عن تقديرهم العالي للنهج التواصلي الذي يحرص عليه جلاله الملك مع ابناء وبنات شعبه منذ تسلم سلطاته الدستوريه والاستماع لهم ولهمومهم وايجاد حلول لها. أقر مجلس النواب اليوم عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، هذا ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات التنفيذ وتسريعها لتحقيق العدالة من خلال تبني الحلول الأنسب لمنازعات التنفيذ وإشكالاته، بالإضافة إلى السماح باستئناف الأحكام التنفيذية في محكمة البداية، وكان النواب أحالوا في بداية الجلسة التي عقدت اليوم مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة إلى اللجنة الإدارية بصفه الاستعجال لدراسته وابداء الاراء فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته. احيانا يتم التنفيذ في <applause> محافظه اخرى هذا المحامي لا يتسنى له الوقت في الذهاب لتلك المحافظه الا كل شهر بجوز مره بينما اذا اعطيناها الان ان يقوم بالتنفيذ في موقع وكيل المحكوم له هنا ايضا يكون هناك سرعه في التنفيذ. كشف شاب اردني يبلغ من العمر 19 عشر عاما ومتهم بالترويج لافكار عصابه داعش الارهابيه انه لم يستطع المكوث والعمل مع العصابه اكثر من يوم واحد بعد ان راى بعينه اهوال العصابه واستباحتها لدماء الابرياء وايغالها في الاجرام جاء ذلك في اعتراف ادلى به الشاب طواعيه امام محكمه امن الدوله خلال جلسه علنيه عقدتها للاستماع لاقواله بشان الاتهامات الموجهه اليه واضاف الشاب انه كان غادر السعوديه بعد ان ادى فيها العمره متجها الى تركيا ومن هناك الى مدينه حلب السوريه حيث انضم لعصابه داعش وعمل معها يوما واحدا فقط قبل ان يتمكن من الفرار والعوده الى الاردن عن طريق تركيا نفذت الاجهزة الامنية كمينا ومداهمات لاشخاص مشبوهين ومطلوبين لعدة جهات امنيه وقضائيه في احدى مناطق البادية الوسطى. المركز الاعلامي الامني قال انه وبعد كمين ناجح القت مرتبات البحث الجنائي واداره مكافحه المخدرات القبض على مطلوب خطير جدا مسجله بحقه 34 طلبا امنيا. كما نفذت قوة مشتركه اخرى عمليات مداهمة لعده منازل في المنطقه حيث اسفرت عمليات المداهمه عن القبض على شخصين آخرين من المشبوهين والمطلوبين بقضايا المخدرات والسلب وإطلاق العيارات النارية، كما تم ضبط كميات من مادة الماريجوانا المخدرة ومسدس ومركبة تحمل لوحات أرقام تعود لمركبة مسروقة من اختصاص مديرية شرطة محافظة إربد، وما زال التحقيق جارياً. وفي سياق منفصل تمكن العاملون في قسم بحث جناء شمال عمان من القبض على محتال اوهم عددا من المواطنين والمقيمين بقدرته على الحصول على فيز خاصه لهم لتاديه فريضه الحج واخذ مبالغ ماليه منهم لقاء ذلك كما ضبطوا داخل منزله عددا كبيرا من جوازات السفر وقال المركز الإعلامي أنه فور إلقاء القبض على المحتال جرى تحديد مكان منزله ومداهمته وتفتيشه ليعثر هناك على 370 جواز سفر لمواطنين ومقيمين وبوشر العمل على استدعاء أصحاب الجوازات المطلوبة لاستكمال التحقيقات وتوديع القضية للقضاء استأنف سلطة مياه الشونة الجنوبية ضخها للمياه من محطة الكفرين إلى المناطق الجنوبية من اللواء اعتبارا من صباح اليوم بعد توقف لأكثر من أسبوع بسبب الاعتداءات المتكررة على الخطوط الرئيسية. مصدر في وزارة المياه والري قال إن الوزارة وسلطة المياه أوعزتا لكوادرهما العاملة بالاستعداد للقيام بحملة مشددة لإزالة الاعتداءات إثر ورود شكاوى عديدة من المواطنين. مما يتسبب باستنزاف معظم حصص المياه او مياه الشرب المخصصه للمواطنين في هذه المناطق، حيث تم ايقاف الضخ من محطه الكفرين ليحين كشف الاعتداءات، وبدات فرق جواله وتفتيشيه بالكشف على الخط الناقل الرئيسي الذي يضخ 150 مترا مكعبا لكل ساعه، حيث ان المياه التي كانت تصل للمواطنين لا تزيد على 15% من طاقه او طاقه الخط الحقيقيه. تم اليوم صباح هذا اليوم ازاله هذه الاعتداءات وسوف وتم تشغيل محطه الكفرين باتجاه هذه المناطق آه نناشد الإخوة المواطنين في حال وجود أي اعتداء على أي خط رئيسي إبلاغ المديرية وسوف تقوم المديرية بإزالة جميع هذه الاعتداءات حياكم الله من جديد نظمت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة شؤون الأسرة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم وقفة تضامنية في الله مع كافة الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصة الإداريين منهم والصحفيين نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار قال إن النقابة بدأت بتنفيذ حملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وأربعة عشر صحفيا فلسطينيا تعتقلهم سلطات الاحتلال في ظل ظروف أسر صعبة للغاية قوات الاحتلال تتوغل، تتغول في اعتداءاتها على الأسري الفلسطينيين بكافة مسمياتهم سواء أسري إداريين سواء معتقلين لسنوات طويلة أطفالاً شيوخاً ولكن أيضا نحن جئنا لنقول أن هناك مجموعة من الأسرى الصحفيين الذين اعتقلوا لمجرد قولهم كلمة الحق وبالتالي نحن نؤكد أننا من هذا اليوم بدأنا حملة إعلامية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وأيضا خاصة مع زميلنا النضال أبو عكر الذي تم تمديد اعتقاله الإداري قبل عدة أيام صار له مضرب 27 يوم باليوم باليوم 27 يوم ابني بيشتغل صحفي حكمه ست اشهر اداري واربعه اشهر اداري الا صار له سنه واربعة اشهر الوضع الصحي سيء شويه وزنه نزل يعني كان 82 80. على 71 شارك الاف الغزيين في مسيرات حاشده الليله الماضيه استمرت فجرا احتجاجا على تفاقم ازمه انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويله وانطلق المواطنون من رفح وخان يونس والانصراط والمغازي جنوب ووسط القطاع لمطالبه حكومه الوفاق الوطني الفلسطينيه بتحمل مسؤولياتها لحل الازمه المتواصله منذ ثماني سنوات وتفاقمت خلال الايام الماضيه بسبب توقف محطه توريد الكهرباء عن العمل لنقص الوقود المورد لها وردد المواطنون هتافات تطالب بانهاء هذه الماساه كما احرق عدد منهم اطارات السيارات في الشوارع ناقش مختصون بيئيون من تسع عشرة دولة من بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في عمان توحيد الجهود ضد دخول وانتشار الأفات التي تهدد الأمن الغذائي جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل الإقليمية الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النبات التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا التابع لمنظمة الفاو بمشاركة وزارة الزراعة وزير الزراعه عاكف الزعبي قال ان ورشه العمل تسهم في تدريب كوادر المؤسسات العامله في وقايه النبات والحجر الزراعي الى المدى الذي يحقق الاهداف القطريه والاقليميه وفقا للمعايير الدوليه الصادره عن الاتفاقيه الدوليه لوقايه النبات وصولا لخدمه قطاع الزراعه والامن الغذائي في دول الاقليم. نحرص دائما على عقد مثل هذه الورش. لاطلاع الدول وابقاء الدول على علم في المستجدات وايضا لمناقشه مواضيع مهمه فيما يخص الافات خاصه الافات الغازيه آه التي ممكن ان يعني تغزو دول الاقليم وتمثل ايضا ورشه العمل هذه بمثابه انذار مبكر للدول حول بعض الافات التي تمثل خطوره في الأقاليم الأخرى واحتمال يعني وصولها إلى إقليمنا عبر سواء عبر التجارة الدولية الرسمية أو أحياناً تنتقل هذه الآفات عن طريق المسافرين في جلب بعض الفواكه مثلاً كهدايا انطلقت في عمان اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العلوم الصيدلانية والذي يحظى بمشاركة دولية واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض دول آسيا الصغرى ويناقش المؤتمر الذي يستمر فعالياته مدة ثلاثة أيام العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة بالعلوم الصيدلانية وتطرح فيه العديد من القضايا والمسجدات لمناقشتها وتقدم مسودات عمل لبحثها على مش المؤتمر لمواكبه اخر التطورات العالميه في العالم لوضع الماده الدوائيه لمستخدميها بكل سهوله ويسر حقيقة المؤتمر فرصة ممتازة جدا للباحثين والعاملين بالصناعة الدوائية والجامعات انهم يشوفوا شو اللي توصل له العلم يسمعوا العلماء هذول اللي هم يعتبروا رقم واحد في العالم حقيقة المشاركين في المؤتمر هذا فهي فرصة للكل يعني أطلق تجمع المتقاعدين العسكريين في قصبة المفرق وثيقة عهد وشرف لمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات خلال حفل أقيم في قضاء منشية بني حسن بحضور جمع غفير من أهالي البلدة وشيوخ ووجهاء عشائر بني حسن. قائد إقليم الشمال في مديرية الأمن العام العميد عبيد الله المعايطة أكد أهمية تضافر جميع الجهود للتصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة من خلال اتباع كافة البرامج والإرشادات التوعوية. منوها الى ان الاجراءات التي قامت بها مديريه الامن العام للتصدي لمطلقي العيارات الناريه في الافراح والمناسبات الامر الذي يتطلب من الجميع التعاون للقضاء على هذه الظاهره والمحافظه على ارواح المواطنين منع أولياء أمور الطلبة في قرية الرحاب جنوب محافظة الطفيلة أبنائهم من التوجه إلى المدارس رفضا لقرار الدمج الذي طبقته وزارة التربية والتعليم هذا العام والذي شمل طلبة المرحلة الثانوية من الذكور والإناث في مدرستي إرحاب الثانوية الشاملة للبنين ومدرسة إرحاب الثانوية الشاملة للبنات مدير تربية الطفيلة الأستاذ محمد الطراون قال إن قرار الدمج اتخذ بناء على توصيات من مجلس التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم والذي بدمج الشعب التي يقل عدد الطلبة فيها عن عشرة طلاب مشيرا إلى أن المديرية قد عرضت على الطلبة منحهم مبلغا ماديا بدلا من أجور مواصلاتهم أو توفير وسيلة نقل لهم من وإلى أماكن سكنهم إلى أن الأهالي رفضوا هذين العرضين وامتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس يشار إلى أن قرار الدمج شمل ما يقارب الثلاثين طالبا وطالبات تم نقلهم إلى مدارس أخرى في قرية عيمة التي تبعد عشرين كيلو متراً تقريبا عن قرية إرهاب. نعاني من القرار الذي اتخذ وزير التربية على دمج الصفوف اللي هي الاول ثاني والتوجيهي ونقلهم الى مدرسه لاعيمه نحن في هذه القريه نعاني من زمان بصعوبه المواصلات وانه الناس سان الفقر والبطاله ذبحها لما الواحد يبعد عن مدرسه الترحاب 8 كيلو بنقري بنات مش بس العيال بنقري بنات والله لما تنقطع بنت الواحد في 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 ارحاب ما 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 بيقرر يشوفها ويجيبها كيف لما تكون في عيمي نظمت جمعيه نشميات اربد الخيريه ندوه في بلديه اربد الكبرى للتوعيه بمخاطر العنف الاسري لا سيما العنف الموجه ضد المراه وذلك بحضور عدد من النواب وفعاليات شعبيه ورسميه وشدد المتحدثون في الندوه على اهميه تضافر جهود المجتمع لايجاد حلول ناجعه لظاهره العنف الاسري التي تترك اثارا نفسيه وسلوكيه وصحيه واجتماعيه واقتصاديه مدمره للفرد والاسره كما اكدوا ضروره البحث عن اسباب هذه الظاهره وتشخيصها واتخاذ كافه سبل الوقايه منها قبل وقوعها وعلى هامش الندوه عرضت نماذج لمواطنات اردنيات تعرضن للعنف الاسري كما قدمت وصله غنائيه تنادي بصيانه حقوق المراه